أحسن الله إليكم شيخ صالح. أيضا نذكر الإخوة والأخوات في المحافظة على الأنظمة والإرشادات التي تضعها هذه البلاد المباركة، لعل لكم أيضا نصائح وتوجيهات في المحافظة على الأنظمة شيخ صالح. محافظة على الأنظمة فيها مصلحتان، أولا أنها طاعة لولي أمر المسلمين، لأنه هو الذي شرع هذه الأنظمة وأمر بها، وثانيا أن فيها مصلحة للمسلمين، فهي خير مع خير، فعلى الناس أن يلتزموا بهذه الأنظمة التي هي من صالحهم وصالح إخوانهم. نعم.